وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. الأستاذ أشرف، بعد التحية، تطور كبير شهدته العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الماضية، كيف ترى ذلك؟ مساء الخير. بكل تأكيد هناك إشراكة جديدة في مسار العلاقات المصرية القطرية، وأعتقد أن هناك بالفعل درجة كبيرة من التناغم والانسجام في العلاقات بعد نتائج قمة العلا في 5 يناير من العام الماضي التي شرعنت لعلاقات إيجابية بين الدول الرباعي العربي وقطر في المرحلة الحالية في المستقبل القريب. وتم التوافق خلال الفترة الماضية بين الجانبين المصري والقطري على سلسلة من الإجراءات الخاصة نحو تعظيم العلاقات على مسارات السياسية الاقتصادية والتنموية، وإحداث نوع من التوافق والتلاقي في الرؤى فيما يتعلق بقضايا الإقليم وقضايا المنطقة. وأعتقد أن زيارة اليوم بالأمس من قبل الأمير تميم تحمل في طياتها كثير من الإشارات الإيجابية نحو علاقات مصرية قطرية متكافئة في المرحلة القادمة، نشوبها كثير من التعاظم في مسار العلاقات الثنائية، وأيضا بحث الرؤى المشتركة فيما يتعلق بقضايا تطورات إقليم الشرق الأوسط وخاصة الأمن الإقليمي في هذه المنطقة. مجمل ما تم بحثه اليوم أعتقد أنه يشير إلى أن هناك بالفعل رغبة خالصة من قبل الجانب القطري على تنظيم حجم النجاحات في مسار العلاقات وإعطاء قوة دافع قوية في المرحلة القادمة في مسار العلاقات والتعاون الاقتصادي، وايضا ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقه والزراعه، وايضا كثير من المشروعات الاستثماريه في المرحله القادمه، الامر الذي من شانه ان يعظم العلاقات المصريه القطريه ويضعها على طريق سكه صحيحه نحو مستقبل واعد في مسار التعاون الاقتصادي والتنموي في المرحله القادمه، بالاضافه الى ان هناك تطابق كامل في وجهات النظر فيما يتعلق بالتحضيرات للقمه الامريكيه العربيه منتصف الشهر القادم في جده المملكه العربيه السعوديه، وبحث ما يعرف به تداعيات قضية الأمن الإقليمي والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرتها من حيث الغذاء الأمن الغذائي على العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هناك تطابق في الموقف المصري القطري نحو ضرورة معالجة كثير من هذه التحديات بتوافق ورؤى متشابكة ومتحدة بين الجانبين المصري والقطري، بما من أجله يتم في خانة أو يصب في خانة تحقيق المصالح العربية والحفاظ على أمن القوم العربي، وأيضا إحداث نوع من قوة الدفع المصري القطري نحو تحقيق مزيد من التقدم في مسار التسوية السياسية. نعم، إذا هناك إرادة صادقة بين البلدين لتحقيق التضامن العربي المشترك. شكرا جزيلا السيد الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام.